الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا، هل يجوز للمستفتي أن يستحلف المفتي على صحة فتوى؟ هل يجوز أن للمستفتي أن يستحلف المفتي على صحة فتوى؟ الجواب لا يجوز ذلك، وهذا من قلة الأدب، لأنك إنما اخترته وخصصته بالسؤال لثقتك في أنه صار أهلا لي الإفتاء وبيان الحكم الشرعي، فلا ينبغي لك أن تقل أدبك على الشيخ وأن تشك في معلومته فتستحلفه، ولأن استحلافه لا يجعل الباطل حقا ولا الحق باطلا، فإذا هو قلة أدب لا يجنى منها أي مصلحة.